السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا حيهم اليوم من أبها، وموضوعنا شوي حساس، أعرف ناس بيزعلون لكن سأقول الحق. بتكلم اليوم عن التعدد. أنا لي زميل بارك الله في عمره يمكن حول 60 سنة، وجدته تزوج حرمة ثانية ورحت أبارك له. تفاجأت أن عندها 3 أولاد صغار، فقلت له ليش؟ قال هذه زوجها بينهم قضية، أو كانوا مدمن مخدرات وانسجن وتطلقت وظروفهم صعبة، فأخذتها عمرها حول 35 لأربي هؤلاء 3 مع 3 أولاد، وعندهم الحرمة الأولى 6 ولا 7. حقيقة أكبرت، الله أكبر، وانبسطت منه أنه أخذها لهدف أن يربي أولادها ويسترها ويصرف عليها، ومربي الأطفال كهتين في الجنة. يعني الرسول وصفهم أنه كهتين في الجنة. ولذلك أنا أقول اللي يبغى أخذ الحرمة ثانية يجب نحل مشاكلها. ناس كثير يحتجون علي بكلام أن الرسول تزوج 9. هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم قوة غيرك وإمكانات غيرك، وقد شق عن صدره، والله يعني معطيه إمكانات ما هو معطيها أي مخلوق على وجه الأرض، فلا تقارن نفسك مع الرسول. رقم 2، الرسول تزوج خديجة، أمنا خديجة، وعمره 25 سنة وعمرها 40 سنة، وقد تزوجت 2 قبله ومعها أولاده من قبله، وتزوجها وجاب منها 4 بنات وولدين وماتوا أولاده، ولم يتزوج عليها بثانية حتى ماتت، وماتت عمرها 65 سنة، أمضت معها 25 سنة، كان عمره 50 سنة يوم ماتت. رجع أخذ واحدة عمرها 38، أمنا سودة، ثم بعد ذلك أخذها أمنا البكر الوحيدة اللي أخذها عائشة بنت أبو بكر، وتزوجها وهي صغيرة، قيل أنه يعني أخذها في 9 وفي 13 وفي هذه الحدود، ويقولون ليش يأخذ طفلة؟ يا جماعة عندنا البنات كانوا يزوجون سابقا، كانت واحدة عمرها 7 سنوات قد هي بنت إمرأة تحطب وتروح وتجي، ولذلك تزوجها وعمرها 9 سنوات، وقيل 13 سنة، دخل بها عمرها 13 سنة. وإذا كانوا عندنا يكبرون بسرعة، وكانوا الحريم يتزوجون عمرهم 9 و8 أو 10 سنوات، هذا عرف العرب سابقا ولا يعتبر غريبة، ولم ينجب منها. بقية نسائي 65 55 45 38، بل كان يأخذ بعضهم الحل مشاكل، بل كان يأخذ بعضهم زوجها مات وهو شهيد، بل كان يأخذ بعضهم ومات المؤمنين، زي بنت حيي بن الأخطل يهود عسى يتقرب أهلهم، كان كلما غزا قبيلة ولا شاف فيها كبار تزوجوا منهم حتى يصبحون أنسابا له، فأخذ 9، ولم يكن في الشرع محرم أن يأخذ واحد 9 نساء، وكلهن حل لمشاكلهن أو لتقرب قبائلهن، لم يكن للبطر أو للمتعة أو ما شابه ذلك. يا أخي البنت اللي عمرها 16 17، ستجد شاب بنت اللي عمرك 50 زيي، بروح أخذ واحد عمره 18، ودي أخذ 18 لكن سأحرمها من شاب عمره 18 زيها، بيمشيها وبيطلعها وبيروح بها وبيجيبها. عندنا نساء يستحقون تأخذ منهم، إن كنت فاعلة خيرا وتريد أن تحل مشكلة المجتمع. عندنا عوانس في 40 في 45 في 50 وباقي بنات بكر، حل مشكلة هؤلاء، لا تحل مشكلة بنت عمرها 18 باقي تدرس في ثاني ثانوي على أساس تقول بحل مشاكل عنوسة. لا، هذه ليست عانس وليس هذا كلامي أنا، رأيي، أنت رأيك تأخذ عمرها 11 خذ عمرها 9، أنا مالي دخل، لكن أقول من الـ من الـ من العقل والمنطق أنك إذا رأيت أن تعدد وحل مشكلة، تحل مشكلة أرملة، تحل مشكلة عندها أولاد تربي أولادها تصرف عليها تعفها من الزنا مثلا، هذه واحدة من الأفكار اللي تحتسبها إذا جيت تأخذ حرمة ثانية، تكون عاقلة تربي أولادها تفتح لهم بيت وتنفق عليهم، وين أحسنت أكثر أن تنفق عليها دون أن تتزوجها هي أولادها وتربيهم. فالحقيقة أنا هذا رأيي، ليس رأي ديني وليس رأي يقول من أراد أن يثني حل مشكلة من مشاكل المجتمع، لأن عندنا العوانس عددهم كبير جدا، والشباب بسبب مشكلة غلاء المهور وابتعدوا عن النساء، وبذلك أصبح لدينا عوانس من الشباب وعوانس من النساء، وأصبحت عندنا مشاكل كبيرة جدا صنعناها بأيدينا لوجود المال الموجود بأيدينا. لذلك نقول المجتمع يحتاج نثني، لكن من كان عمره فوق 40 و45 و50 تحل مشاكلهم، أما الشابة الصغيرة إذا وافقت ورضيت ولم يكن ظلم عليها ولم تأتي هي على أنها تريد مال فقط، يعني تضحك عليك بس تريد مالك، فهذه برضو لها باب ولها جواب. عن الله وإياكم، محبكم أحمد بدوي، السلام عليكم.